حابب اكلمكم عن مشروع خليج نعمه وازاي بداناه وازاي خلصناه وخد مننا وقت ومجهود قد ايه. احنا تقريبا استلمنا المشروع في النص الثاني من شهر 7، بدانا فيه بمعدلات عاليه جدا عشان نخلص المشروع طبقا للبرنامج الزمني. المشروع كان عباره عن 4 مراحل كنا شغالينهم تقريبا بالتوازي: مشروع البلازا 1 و2، مشروع ارضيه خليج نعمه ورصيف البازلت، مشروع الجداريات اللي ورايا كان عندنا 3 جداريات، وعندنا كمان مشروع تطوير واجهات المحلات بما يتناسب مع شرم الشيخ الجديده اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. المشروع بالنسبه لمنطقه البلازا 1 و2 هي عباره عن مقاعد من الخشب مزوده باضاءات معاها شغل رخام وشغل اخشاب مشايات خشب. بالنسبه للرصيف نفسه، فالرصيف نفسه كان شويه خرسانات وبعد كده خرسانات مطبوعه، وبعد كده بدانا نشتغل فيه بدهانات ايبوكسي مقاوم للعوامل الجويه عشان يتحمل درجه الحراره والمطر وكل ما كل حاجه يتعرض لها بالنسبه في شرم الشيخ. واجهات المحلات كنا بدانا نشتغل فيها بتطوير واجهات المحلات عشان كلها تبقى نفس الشكل ونفس الموديول عشان خاطر ما يبقاش في اختلاف كتير ما بين شكل الواجهات. اشتغلنا كلها للواجهات بفريمات جي ار سي، وبعد كده بدانا نركب ليها كلها يافطات ستانلس زي ما حضرتك شايف بتبقى باضاءات ليليه، ومعانا كمان بدانا نشتغل على لون واجهات المحلات انها كلها تبقى لون ابيض مناسب جدا لشرم الشيخ. شرم الشيخ اختلفت تماما عن ما كانت. شرم الشيخ حصل فيها في اخر سنه تطوير كبير جدا 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 يناسب مؤتمر المناخ. بنرحب جدا باللي هيجوا في شرم الشيخ في مؤتمر المناخ، وان شاء الله هيلاقوا حاجه تشرف اسم مصر باذن الله. التطوير كان عبارة عن عدة مراحل مختلفة وكتيرة جدا. أول مرحلة كانت تطوير الأرضية، كسرنا الأرضية وصبينا خرسانة مطبوعة ودهانات إيبوكسي زائد تركيب بازلت، تركيب رخام، تركيب زراعة، تسوية اليوفط للمحلات برضو، زائد شغل جي أر سي، زائد دهانات، يعني شغل كتير جدا، تطوير كامل. بدأنا من منتصف شهر 7 وأخدنا كمية الشغل كلها كانت 5 أسابيع. المجهود كان عبارة عن عدة صناعية وعمال ومقاولين، أعداد كتير مختلفة. الأعداد كانت ما بين من 80 ل 150. الوردية كان شغل من 8 صباحا إلى 4 مساء، وكان في وردية من 4 مساء ل 10 مساء، ووردية من 10 مساء لحد 3 فجرا. كان شغل 3 ورديات، شغل 24 ساعة متواصل، والحمد لله قدرنا إن احنا نخلص. وبقول كلمة لكل الوافدين وجايين إن شاء الله، شرم كانت حاجة كويسة وبقت حاجة أفضل تليق باسم مصر، حاجة عظيمة. يعني بقول لكم تعالوا وشوفوا الوضع اتغير ازاي وشوفوا شرم الشيخ بقت ايه. وشكرا. تم إنشاءها من جميع المحافظات، تم مجيب العمالة، عمالة مدربة وعمالة غير مدربة من جميع المحافظات، منيا وبني سويف وعمالة من الصعيد لحد السلوم، وتم استخدام العمالة في 3 شفتات على مدار 24 ساعة لتطوير خليج نعمة وفي اماكن تانية في الكيلو في كذا مكان، يعني مش مكان موحد. وتم فتحة فرصة عمل للعمالة حوالي يعني 150 عامل في المكان. كنت في القاهرة بشتغل ليوم واقعد يومين، والحمد لله جيت هنا في فرصة عمل، شغال بقالي 3 شهور مش بقعد، بروح لبيتي 5 ايام اجازة وارجع تاني للشغل عشان ضغط الشغل.